سؤال جميل قوي. هما من الفئة الأخطر، لكن مش هما بس اللي أخطر، يعني هي أعم شوية، لكن طبعا كل مرضى الأمراض الصدرية بما فيهم الحساسية عرضة أكتر للإصابة، لأن بيبقى الجهاز المناعي بتاعهم فيه تعب، فيه خلل، سواء كان بقى حساسية، كانت سدة رئوية، كان تليف رئوي، أيا كان المشكلة اللي موجودة، فبيبقوا عرضة أكتر. لكن القاعدة أوسع حقيقة، يعني القاعدة اللي حد فين متسعة في معيار لا الخطر. لاخر الدنيا. لا القاعده أنا واسعه قوي، لان في امراض بتقلل المناعه زي السكر اللي مش مظبوط، زي امراض القلب اللي مش مظبطه، زي الناس اللي عندهم قصور في وظائف الكلى، زي الناس اللي عندهم مشاكل في الكبد، زي الناس اللي ربنا يعافيهم بيتعالجوا من اورام، زي مرضى المفاصل الروماتويد والذئبه و و و الى اخره، دول بياخدوا ادويه تهبط المناعه، وبالتالي الناس دي لازم نبص عليهم بصه كويسه. كل كبار السن وكل الصغار قوي في السن اللي لسه الجهاز المناعي بتاعهم ما كملش مكملش، نموه لازم ننتبه اليهم. على عكس اللي كانوا بيقولوا لنا انه الاطفال امان، ما فيش خطر لا عليهم. ما فيش امان، احنا ما فيش مع كورونا، يعني ما في فيش. الموجه الاولى ما كانش فيه اعداد كبيره من الاصابات في الاطفال. الموجة الاولى كنا في مرحلة المفاجأة، فطبعا مرحلة المفاجأة دي فيروس جديد علينا، واحنا مش عارفين هو بيشتغل ازاي، وبيأذي مين وما بيأذيش مين، وبيهاجم مين وما بيهاجمش مين، فكنا وقتها مستبعدين الأطفال.